وينضم إلينا من دبي محلل أسواق مالية في إكويتي جروب رائد خضر للحديث عن تطورات العملات الأجنبية. أهلا وسهلا بك يا سيد رائد، وسأبدأ اليوم مع اليورو تحديدا وكيف أثر عليه الدولار. طبعا نحن بالنسبة لليورو نحن عم نشهد ضغط كبير على تعاملات العملة الأوروبية الموحدة، هذا بنتيجة أنه في عنا بيانات ننتظرها خلال التعاملات هذا الأسبوع، وهي بالتحديد بيانات التضخم في أوروبا. طبعا الدولار الأمريكي شهدناه يوم يعني خلال تعاملات الأسبوع الماضي يحاول الارتفاع مرة أخرى في عملية تصحيح، ولكن هذا الارتفاع مرة أخرى هو استمرار أو استكمال للاتجاه العام الصاعد الذي يسلكه الدولار الأمريكي. من وجهة نظري أنه منطقة اليورو تحت ضغط التضخم المرتفع، تحت ضغط أزمة الطاقة، تحت ضغط الحرب أو التوترات الجيوسياسية الموجودة، الحرب الروسية الأوكرانية، أعتقد الأمور سوف تتفاقم بعض الشيء خلال الفترة القادمة. ممكن نشوف ضغط أكثر على اليورو بالاتجاه الهابط، خصوصا مع توجه يعني يعني الحالي إلى أن يكون في عنا إقلال نوعا ما في عملية تشديد السياسة النقدية، لأنه مزيد من تشديد السياسة النقدية أو مزيد من رفعات الأسعار الفائدة ستكون موجودة من أوروبا، ولكنها تضر كثيرا بالنمو الاقتصادي للمنطقة الأوروبية والقارة العجوز. أعتقد في الفترة الحالية ممكن نشهد بعض الضغط بالاتجاه الصاعد لليورو خلال تعاملات هذا الأسبوع، مستفيدة من أنه الدولار الأمريكي متراجع بعض الشيء، لا زال يهضم محضر الاجتماع الفيدرالي الأخير الذي كان قد أظهر أنه راح يكون في عنا رفعات أسعار فائدة أقل حجم. نعم. في المرات الحالية. نعم سيد رائد، في هذا الشق تحديدا البنك الأوروبي أو الفيدرالي الأوروبي المركزي الأوروبي عفوا يتحدث عن رفع إضافي للفائدة، الفيدرالي الأمريكي يتحدث عن رفع ولكن بتحفظ عن النسب التي كانت عليها وبوتيرة أقل. اليوم هذه الأخبار التي تصدر من الجانبين كيف فعليا ستؤثر في المرحلة المقبلة على العملتين؟ يعني إذا نظرنا إلى الدولار الأمريكي فأعتقد عملية التوجه من الفيدرالي نحو رفعات أسعار فائدة أقل هي لتقليل الضرر الحاد الذي ممكن أن يحدث على معطيات الاقتصاد الجزئي، يعني مثل مبيعات التجزئة ومستويات الانتاج التصنيعي ومؤشرات مديري المشتريات والمنتجين إجمالاً أو أسعار المنتجين، هذا لحتى نخفف من الأثر الحاد على هذه المؤشرات. أعتقد الفيدرالي يتجه إلى أنه يكون في عندنا رفعات أقل في أسعار الفائدة، ولكن لم يلغي فكرة الاستمرار في تشديد السياسة النقدية أو ضرورة وجود سياسة تشددية بشكل مستمر. ذلك مرده أنه مستقبلا راح نشوف عندنا ارتفاع كبير في كلفة الاقتراض بالنسبة للأفراد وبالنسبة للمؤسسات أو المشروعات التجارية. نحن عم نشوف أصلا تغير في العادات الاستهلاكية والعادات الائتمانية في الولايات المتحدة الأمريكية، بدأنا نرى بعض التراجع والضعف في مؤشرات مبيعات المنازل على سبيل المثال والرهون العقارية. إذن بدأت تكلفة الاقتراض تظهر بسلبية على الاقتصاد الأمريكي، وأعتقد الاقتصاد الأوروبي لا تزال أسعار الفائدة أقل، بالتالي ممكن يتمتع ببعض الجاذبية بالنسبة للعادات الاستهلاكية للأفراد، ولكن من جهة أخرى عندهم كثير من الأزمات التي تمنع هذه العادات الاستهلاكية من أن تعود مجددا. نعم سيد رائد، هل هناك حدود يعني تم الحديث عنها أو تتوقعونها لمتى سيتوقف الفيدرالي عن رفع أسعار الفائدة بشكل عام؟ يعني هل هناك سقوف إذا ما صحت التسمية لرفع الفائدة؟ حسب الدوت بلوت او البروجكشنز التي او التوقعات التي يقوم بنشرها الفيدرال الامريكي نشرها في اجتماعه بسبتمبر، اظهرت انه مثلا على سبيل المثال هذا العام سوف ينهي عند 4.20، حتى الان مع الرفعه الجديده المنتظره في ديسمبر ممكن راح ننهي عند 4.75، مزيد من 2% ممكن على اسعار الفائده يضيفها الاقتصاد خلال العام القادم. هذا يعني انه في
ممكن نوصل بأريحية إلى مستويات 6.5 إلى 7%، وهنا أعتقد سوف يكون واضح الأثر السلبي لارتفاع تكلفة الاقتراض، وهذا ممكن أن نصل إليه ممكن بالربع الثالث من العام القادم إذا ما استمر في نواياه بتشديد السياسة النقدية. وهنا أعتقد أن الفيدرال الأمريكي سوف يكتفي برفع أسعار الفائدة ربعيا فصليا، يعني مع بداية تعاملات العام الجديد، لأنه إذا بدأ يستمر كل شهر عندنا برفع 50 نقطة أعتقد سوف يكون الأثر سلبي كثير على الاقتصاد، وهنا سوف يكون أعتقد موعده قريب جدا. لكن هو يريد أن يحافظ على أنه التضخم يمكن التغلب عليه وهبوطه إلى مستويات 2%. منطقيا التضخم من الصعب أن يعود إلى مستويات 2% لبعد تعاملات العام القادم، يعني بآخرها بداية تعاملات العام الجديد 2024 ممكن يوصل التضخم إلى 3.5% إلى 3%، وهذا يتطلب أنه تكون أسعار الفائدة عند 7 إلى 7.5% لفترة ممتدة أو طويلة أو طوال هذه المدة لعام عام ونصف تقريبا. نعم. طيب فيما يتعلق بالعملات الأخرى، وهنا أتحدث عن مثلا الجنيه الاسترليني والين الياباني بشكل عام، أيضا ذهبوا إلى اللون الأحمر، هل هناك مؤشرات معينة تذهب بهذه العملات إلى اللون الأحمر؟ يعني أنا ما بعتبره لون أحمر بشكل قوي جدا بالنسبة للجنيه الاسترليني. الجنيه الاسترليني نحن بشكل واضح شفناه تمكن من الارتفاع وحافظ على ارتفاعاته حاليا عنده 1.20، لأنه نحن كنا قد صعدنا مشوارا طويلا من مستويات متدنية عند 1.03، وتمكن الجنيه الاسترليني من العودة مرة أخرى للارتفاعات. تمكن خلال الأسبوع الماضي فقط من الارتفاع بحوالي 300 نقطة، الجنيه الاسترليني يضغط في الاتجاه الصاعد. وبالنسبة للدولار الأمريكي ين ياباني، ما ننسى أنه كنا قرابة مستويات 150 ين لكل دولار أمريكي، نحن الآن نتحدث عن مستويات 137، بالتالي الكثير تم تحقيقه بالنسبة للين الياباني والجنيه الاسترليني. أعتقد عملية التصحيح المؤقت واردة، ولكن الاتجاه العام بدأ يتغير بالنسبة لكلا العملتين مع تغير نبرة الفيدرال الأمريكي والإبقاء على السياسة النقدية في كلا الدولتين. نحن عم نحكي على المملكة المتحدة والين الياباني، لم يغيرا كثيرا من السياسة النقدية، لا تزال تشددية في بريطانيا، تيسيرية في اليابان، بالتالي السيناريو سوف يكون متغير بنتيجة تغير الطرف الفيدرالي أو الدولار الأمريكي. بالتالي مزيد من الارتفاعات على الجنيه الاسترليني، استهداف مستويات 1.26 قبل نهاية تعاملات هذا العام، وعودة إلى ما دون مستويات 131 بالنسبة لدولار أمريكي ياباني. نعم، المحلل في أسواق مالية من إكويتي جروب رائد خضر كنت معنا، شكرا على كل هذا الشرح الوافي.